بري في أقوى رد على نتنياهو، ولواء متقاعد من جيش الاحتلال يكشف وقائع مفاجئة من جبهتي غزة وجنوب لبنان، ويعترف الجيش بحالة استنزاف. فماذا كشف وكيف ينعكس ذلك على مسار المفاوضات؟ يبدو أن نتنياهو يعتقد أنه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه، لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل وأنه هيدي أمور ما بتمشيش معنا. هكذا رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقاً على ازدياد وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان للضغط على قبول بري بشروط وقف إطلاق النار التي يفرضها الاحتلال. تأتي هذه التصريحات من الجانب اللبناني في وقت يعترف فيه العدو الإسرائيلي بشكل غير رسمي بأنه لم يستطع تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن، لا في غزة ولا في لبنان. فماذا كشف جنرال إسرائيلي؟ في هذا السياق تحدث لواء سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية أن الجيش لم يهزم حتى اللحظة حركة المقاومة الإسلامية حماس. بأزا يتدخل مزمان لبسك ويكسر خصوات اسكام ولأخذير التخطفين. ونقلت الهيئة عن إسحاق بريك قوله أن الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية. وأضاف اللواء المتقاعد أنه تم تعيين وزير دفاع جديد غير مؤهل، في إشارة إلى إقالة يوف جالانت وتعويضه بإسرائيل كاتس، مضيفاً أن وزير الدفاع الفعلي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعن الجبهة الشمالية أقر بريك بأن إسرائيل ضربت حزب الله بقوة، ولكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه. وعن التوغل البري في جنوب لبنان قال إن قواتنا دخلت براً بعمق 3 كيلومتر ولكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر. وأضاف اللواء المتقاعد نتعرض يومياً لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا. فهل تساهم هذه الوقائع بتغيير مسار المفاوضات؟ أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للشرق الأوسط تسلمه المقترح الأمريكي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى نقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا. كذلك نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان، وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً غير مقبول لبنانياً، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701 تضم عدداً من الدول الغربية. وقال هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006. وحرص بري على تأكيد أن نقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل وأن الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم. وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأمريكي أموس هوكسن إلى لبنان راهن بتطور المفاوضات وتقدمها.